مقتدى الصدر دائما يعني من خلال خطاباته يعني اعتقد يحقن دماء يعني الناس الابرياء بالشارع. واعتقد اذا كان هنالك تفاهم وهنالك انسجام وهنالك رؤيه واضحه بين التيار الصدري وبين الاطار التنسيقي وكذلك مع الكتل الثانويه، لازم ان نخرج بمخرجات يعني لا تعقد المشهد العراقي الذي هو اصلا معقد، والعالم اليوم تمر بازمه، ازمه المناخ وازمه المياه وازمه الغذاء، هذه كلها لازم ان تدرس يعني بسله واحده، ولازم ان تقدم يعني الى كل الكتل الموجوده وان يكون هنالك توافق.